الأداء كان متميز وقوي، واللعيبة امبارح أدوا على عالي جدا، وخصوصا ميكي. بصراحة أنا مبسوط جدا لميكي سوني، هو كان واضح إن هو خامة كويسة بس محتاج وقته. كمان زياد طارق، حسين الشحات، أفشة، ديانج، كلهم بصراحة كانوا متميزين. احنا أول مرة نشوف الأهلي ماسك كورة وفي ملعب المقصة طول الوقت، والأهداف سريعة، ومكسوني ده اسمه ولا أكتر من رائع. يعني فعلا زي ما المعلق قال، إجوان من جون صلاح. يعني أنا اتبسطت جدا جدا من الأداء، وخاصة في الشوط الأول. الماتش كان جميل جدا بصراحة، يعني بعد الماتش اللي فات ده الواحد كان متوقع الدنيا تبقى أوحش، بس الحمد لله امبارح عملوا سكور حلو قوي وماتش جميل. الماتش كان جميل وحلو كده يعني، وربنا يوفقهم بعد كده على طول ويستمر كده. والله الأداء كان كويس، وطبعا الفريق حقق عدة مكاسب، إن هو قدر يرجع ناس كتير من اللي كانت ما بتشاركش في الفترة اللي فاتت، وبعض اللاعبين عادوا اكتشاف نفسهم زي ميكيسوني كده. الأهلي امبارح يعني كان جميل جدا. الكوتش موظف كل اللعيبة في أماكنها. أنا شايف إن فيه تقدم كويس، وبقى فيه بدأت ترجع الروح بتاعة النادي الأهلي اللي كنا فقدناها فترة ما. هو ده الأهلي، دي مؤسسة يعني، ما فيش نادي يوازي الأهلي في مصر، ده النادي رقم واحد. الحمد لله على المكسب، الأداء كان كويس جدا، وفي ظل الغيابات والإرهاق اللي اللعيبة فيه والاشتراك في بطولات متعددة من المنتخب لكأس العالم للدوري، الحقيقة أداء ممتاز جدا. وأعتقد النقطة الإيجابية امبارح الأساسية عودة انكسوني، رغم الانتقادات اللي كانت بتوجه ليه، يعني حط رجله على بداية الطريق الصحيح، وإن شاء الله يكون برضه إضافة كويسة للأهلي. كل اللعيبة بدون ذكر اسم معين إن هو كان كويس، اللعيبة كلها ما شاء الله ما شاء الله، ونتمنى الاستمرارية كده، وربنا يوفق الأهلي.